حصاد الجنوب، أهلا بكم. ناقش اللواء الركن طاهر الشعيبي مدير عام شرطة العاصمة عدن في اجتماع موسع مع مدراء العموم لقطاعات الموارد البشرية والمالية في وزارة الداخلية أوضاع شرطة عدن. اللقاء تناول المتطلبات لتعظيم الإنجازات خلال العام الحالي 2023، إلى جانب القضايا المتعلقة بالشرطة واحتياجات الأقسام الشرطية والتحديات الراهنة أمام سير عمل الإدارات والأقسام والأجهزة الأمنية التابعة لشرطة عدن، بالإضافة لسبل حلها والمعالجات المناسبة لتجاوزها والتغلب عليها. ناقش العميد جلال ناصر الربيعي قائد قوات الحزام في العاصمة عدن مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية أيولد ستالس اليوم مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين. الربيعي اطلع خلال اللقاء من ستالس على تفاصيل نشاط البعثة وعملها ودورها في استقبال الحالات الإنسانية الطارئة من عدة محافظات مجاورة للعاصمة عدن، خاصة تلك التي تقع على خطوط التماس. أطلقت إدارة الشباب والطلاب في المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين اليوم الأحد جائزة رئيس عيدروس الزبيدي للبحث العلمي والابتكار. وخلال حفل الإشهار استعرض الدكتور يسلم باليل رئيس منسقية جامعة أبين أهداف المسابقة ومعاييرها والفترة الزمنية لتسليم البحوث العملية للمشاركة فيها. دعا شباب الغضب وأبناء مديرية القطن في وادي حضرموت اليوم الأحد إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة ووقفة الاحتجاجية التضامنية غدا تنديدا بالانفلات الأمني وانتهاكات ميليشيا الإخوان الإرهابية. وتبدأ الفعالية الجماهيرية الاحتجاجية بالتجمع الساعة 9:30 صباحا أمام عمارة بن شريشر، وذلك قبل التحرك صوب مجمع الدوائر الحكومية وتنفيذ الوقفة الاحتجاجية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.